الطائرات المفخخة عادت من جديد لتضرب القواعد الأمريكية الموجودة في الداخل العراقي، وذلك انتقاما لما جرى يوم أمس في قطاع غزة من حادث كبير ومدوي. وطبعا التفاصيل جاءت من قبل وكالة رويترز صباح هذا اليوم. مسؤولين أمريكيين هم الذين وضعوا هذه التصريحات، بالإضافة طبعا إلى السبكتيتر إندكس، عرب نيوز، كلهم نقلوا هذه التفاصيل. والهجوم الذي جاء بالطائرة المسيرة هو كان باتجاه محافظة الأنبار وتحديدا على قاعدة عين الأسد. إذا ما اقتربنا من قاعدة عين الأسد فهذه قاعدة عين الأسد التي طبعا يتواجد فيها الجيش العراقي والقوات العراقية، وكذلك هنالك مستشارين للتحالف الدولي يتواجدون هنا، وهؤلاء المستشارين هم موجودين لمساعدة القوات العراقية في مواجهة ومحاربة تنظيم داعش الإرهابي. الذي جرى بأن طائرتين مسيرة مفخخة هي التي قامت بمهاجمة هذه القاعدة، وبمجرد ما اقتربت هذه الطائرات المسيرة كانت المنظومات الدفاعية حاضرة في عملية التصدي لهذه الطائرات المسيرة وتمكنت تماما من إسقاطها، ولم تكن هنالك أي خسائر، لا قتلى لا جرحى بأي شكل من الأشكال، ولكنه كان هجوما مباشرا على هذه القاعدة. والهجوم كان من قبل الفصائل المسلحة الموجودة في العراق والمعروفة بموالاتها طبعا لإيران. وفي نفس الوقت كان هنالك تحليقا للطيران الأمريكي طبعا بكل تأكيد لمراقبة ما الذي يجري. طائرات وطائرة قد ظهرت على الفلايت رادار 24 وهي تحلق في هذه المنطقة تقريبا باتجاه بيجي، العلم، تكريت، الدور، تحلق وتجمع المعلومات من هذه المنطقة، وهذه المناطق تبعد تقريبا عن المنطقة التي ذكرناها ما يقارب 140 إلى 150 كيلومترا، وهو ما يوحي بأن قد تكون الطائرات المسيرة قد انطلقت من هذه المنطقة في ظل هذا التحليق. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة التي ترونها هنا، لاحظ كيف أنها تدور وتدور باتجاه المناطق التي ذكرناها طبعا بعد الهجوم بالطائرات المسيرة الذي تحدثنا عنه الآن. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة وهي من نوعية بيتش كينج اير التي ترونها طبعا من الامباير 59، هي التي كانت تحلق. وأيضا الطائرات المهمة للاستخبار الأمريكي ألا وهي الار سي 135 ريفت جوينت كانت حاضرة أيضا ودخلت إلى الأجواء العراقية بحسب الفلايت رادار 24 قادمة من قاعدة العديد الموجودة في قطر، ولاحظ كيف أنها تتوجه إلى الداخل العراقي. وهذا هو التسجيل الخاص بهذه الطائرة. هذه بطبيعة الحال هم يتحركون بهذه الطريقة لجمع المعلومات، لأننا فجأة أمام تصعيد جديد، والتصعيد لم يتوقف باتجاه قاعدة عين الأسد لا أبدا، بل أن التفاصيل ذهبت إلى أبعد من ذلك. فالأوساط الإعلامية الموجودة في إقليم كردستان تحدثت بأن إحدى الفصائل المعروفة نشرت بيانا وهو فصيل الوارثين قام بالإعلان عن عملية هجوم على قاعدة الحرير الموجودة في إقليم كردستان بطائرة مسيرة واحدة. وكالة روداو تحدثت عن هذه المسألة، تحدثوا بأنهم استمعوا لانفجارات قد حدثت، وأيضا في نفس الوقت الوكالات الخاصة والقنوات المعروفة بموالاتها لإيران على قنوات التليجرام تحدثت بشكل واضح بأنهم يتوعدون القوات الأمريكية بعد هذين الهجومين بأنهم سيقومون بالمزيد من العمليات. وهذه العمليات هي جاءت بعد تظاهرات شهدناها ليلة يوم أمس باتجاه المنطقة الخضراء باتجاه السفارة الأمريكية، وكان هؤلاء المتظاهرين البعض منهم يحملون طبعا أعلاما للفصائل المسلحة المعروفة في الداخل العراقي. وبعد ذلك طبعا هذه التظاهرات هي جاءت بسبب ما جرى في قطاع غزة من ضربة خطيرة للغاية جاءت على مستشفى المعمداني التي ترونها كارثة إنسانية كبيرة للغاية قد جرت في هذه المستشفى. أكثر من 1150 شخصا قد وقعوا ضحية لهذه الضربة، كل طرف يتهم الآخر. بالنسبة طبعا للجانب الفلسطيني، الجانب العربي بشكل عام يتهمون إسرائيل بأنها هي ضربت هذه المستشفى لأن الضربات الإسرائيلية كبيرة ومكثفة على تلك المنطقة. أما الجانب الإسرائيلي فإنه تحدث وقال ويتهم طبعا حركة الجهاد الإسلامي بأنها هي التي كانت تطلق صواريخا على إسرائيل، وسقط إحدى الصواريخ أو أحد هذه الصواريخ على هذه المنطقة ليقع وتقع كل هذه الضحايا. بالتالي هي مأساة كبيرة للغاية. ولكن بعد هذه الحادثة والتظاهرات بساعات
جاء هذا الهجوم بالطائرات المسيرة كما تحدث هؤلاء المسؤولين الأمريكيين. وها نحن نتحدث عن هجوم آخر باتجاه قاعدة الحرير. وأيضا يجب أن ننتبه بأن هذه الهجمات والتصعيد الجديد الذي يأتي بالعراق هو يأتي بعد تصريحات متكررة من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الذي قال بأن محور المقاومة سيبدأ بعمليات وقد يتخذ ويتحرك تحركات وقائية واستباقية في الساعات القادمة. وها نحن نتحدث عن هجوم يأتي في الداخل العراقي. وأيضا في نفس الوقت الرئاسة الإيرانية اليوم كانت قد قالت بأن جريمة المعمداني لن تمر دون رد وزعماء الولايات المتحدة وأوروبا هم شركاء ومتواطئون في جرائم حرب هذا الكيان، يقصدون طبعا في حرب إسرائيل، بالتالي يحملون الولايات المتحدة الأمريكية هذه المسؤولية. وها نحن أمام تصعيد ليس بالعادي أبدا. وهذا طبعا يعني إذا ما رأينا الخارطة فإن إسرائيل مع تحضيراتها لعملية الاقتحام على قطاع غزة من أجل السيطرة على قطاع غزة، إنهاء القدرات العسكرية والحكومية للفصائل الفلسطينية كحماس طبعا وحركة الجهاد الإسلامي مع رغبتهم بالقيام بهذه العملية، رأينا حزب الله اللبناني يصعد بشكل تدريجي، وكذلك الفصائل الموالية لإيران الموجودة في دمشق أيضا أو عفوا في سوريا باتجاه الجولان يقومون بعملية استهدافات، والجيش الإسرائيلي مستمر في هذه المواجهة طبعا مع هذه الأطراف في هذه المنطقة. وها نحن أمام التصعيد الذي تحدثنا عنه الذي يأتي باتجاه القوات الأمريكية. وهذا يعني بأن الأرض السورية أيضا قد لا تكون بعيدة أبدا من التعرض فيها أو أن يكون هنالك تعرضات وهجمات في الفترة القادمة أو في الساعات القادمة للقوات الأمريكية الموجودة طبعا باتجاه شرق نهر الفرات، قاعدة كونيكو، قاعدة حقل العمر النفطي وحتى قاعدة التنف. من الممكن لهذه الفصائل أن تصعد بكل سهولة في ظل التصعيد الذي رأيناه طبعا في الداخل العراقي، وبالتالي جميع الجبهات فجأة تشتعل مرة واحدة. وهذا هو الذي جعل أشخاصا مهمين مثل رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي مايكل ماكول كان قد عرض وتحدث إلى ذا هيل الأمريكية، كما نقل ذا هيل الأمريكية بأنه سيقوم بعملية محاولة تمرير UMF قرار الأوثوريزيشن for use of military force وهو التخويل لاستخدام القوة. وطبعا هذه الفكرة من هذا القرار هو لتمكين الولايات المتحدة الأمريكية المتمركزة بشكل مكثف بحاملات الطائرات الخاصة بها مثل جيرالد فورد ودوايت ايزنهاور أن يمكن الكونغرس ويعطي التخويل الكامل للرئيس الأمريكي جو بايدن لاستخدام القوة الكاملة العسكرية مباشرة في المنطقة ضد إيران وضد فصائلها المسلحة في حالة صعدوا مرة واحدة مع الهجوم البري المتوقع من قبل الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة. ستكون الولايات المتحدة حاضرة لضرب كل هذه الأطراف في هذه المنطقة، وذلك لأن UMF Authorization for use of military force في العراق أو حتى باتجاه أفغانستان هذه قرارات انتهت، إدارة بايدن ضدها، تم التصويت ضدها طبعا على مستوى الكونغرس الأمريكي، بالتالي هي ليست مفيدة وهم بحاجة إلى شيء جديد مرتبط بإسرائيل للدخول بهذه المعركة. وطبعا الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وصل إلى منطقة الشرق الأوسط اليوم وباتجاه إسرائيل إلى تل أبيب، وكان قد رحب به مباشرة بهذا الشكل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وكذلك الرئيس الإسرائيلي أيضا كان حاضرا وألقى التحية عليه. والولايات المتحدة داعمة وبقوة لإسرائيل في هذه المعركة المتصاعدة. وأيضا في نفس الوقت ومع وصوله الوزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عقوبات على ما يقارب 10 أشخاص من قادة حماس عاقبوهم من أجل قطع عمليات التمويل. نعم حماس هي معاقبة، ولكن قادة حماس لا زالوا يتسلمون الأموال، وبالتالي بمعاقبتهم يعني بأن مثلا البنوك في قطر على سبيل المثال غير قادرة على عملية تمويلهم أو إرسال الأموال لهم أو استخدام أموالهم من هذه البنوك، بالتالي هي محاولة ضغط كبيرة للغاية، وقد تكون أيضا فيها رسالة لقطر في نفس الوقت. والكونغرس الأمريكي مستمر بالتحركات بشكل مكثف. السيناتور تيم سكوت كان أيضا قد قام بطرح مشروع قرار أيضا، هذه الصفحة الأولى من هذا المشروع يطالب
عملية تجميد 6 مليارات دولار التي تم توفيرها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية في صفقة طبعا تبادل الأسرى التي جرت مؤخرا بين الجانب الإيراني وجانب الولايات المتحدة، لأنهم وجدوا أن العملية التي جاءت من حماس جاءت بعد توفير هذه الأموال، ويجب أن يوقفوا كل القدرات الإيرانية، لأن إيران تدعم حماس، تدعم الفصائل المسلحة الموالية لها، وبالتالي يريدون إيقاف هذه المسألة. وطبعا أيضا يجب أن ننتبه أن زيارة بايدن تأتي في نفس يوم انتهاء قرار 2231 الذي يضع قيودا صاروخية، هذا القرار من ضمن الاتفاق النووي يضع قيودا صاروخية على إيران، الآن قد انتهى تماما. صدر بيان أيضا من الجانب الروسي بأنه يجب الالتزام بهذا الاتفاق، وبالتالي إيران قادرة على إرسال الصواريخ من يوم غد تقريبا، بعد ساعات من الآن قادرة على إرسال الصواريخ بعيدة المدى إلى روسيا لكي تستخدمها في هذه الحرب. وبالتالي ها نحن أمام جبهة جديدة تشتعل في المنطقة.